بسم الله. بعد ما درسنا موضوع reflection of plane wave at normal incidence سواء كان بين وسطين أو بين multiple media، نجي نتكلم على المور جنرال كيس، وهي انعكاس أو إرسال الموجات الكهرومغناطيسية بين وسطين إذا سقطت بشكل مائل، وبالتالي راح يكون النورمال incidence هي حالة خاصة من الأوبليك incidence. ف more general than the normal incidence. وعشان نسهل على حالنا الحل والاشتقاق وفهم الأوبليك إنسيدنس، رح ناخد الأوساط كلها عبارة عن لوسلس كيس، لوسلس ميديا، يعني كل الأوساط سيجما إيكوال زيرو. وليتر أون ممكن نعمم النظرية والقوانين اللي رح نشتقها فور لوسي ميديا عن طريق استبدال كل إبسلون في أي معادلة بإبسلون سي، وإبسلون سي مرت معانا اللي هي الكومبلكس بيرميتيفيتي اللي تساوي إبسلون داش ماينس جي إبسلون دبل داش. فا again راح نأخذ oblique incidence at lossless media. فا in general a uniform plane wave can take the general form of كالتالي: electric field function of r and t. المقصود في r اللي هي x y z او rho phi z او r theta phi، المهم المقصود فيه position vector او space factor، والt المقصود فيها time factor. فالelectric field in time domain as a function of space and time equal e node، طبعا magnitude of the wave. طبعا الالكتريك فيلد راح يكون عندنا في النهاية a certain unit vector. إذا دمجنا unit vector مع الماجنتيود بنقدر نكتب e node vector بهذا الشكل، وكما تعودنا نكتب هنا كوساين أوميجا تي ماينس بيتا زي. طبعا ليش ما حطينا برا الفاكتور exponential ماينس ألفا زي؟ لأن هون ماخدين lossless medium. فبصير عندنا الفاكتور هنا اي نود كوساين، المفروض نكتب اوميجا تي ماينس بيتا زي. لكن تعرف انه جوا الكوساين سواء كتبت اوميجا تي ماينس بيتا زي او كتبت بيتا زي ماينس اوميجا تي، بنعرف من الرياضيات انه كوساين اكس هو نفسه كوساين ماينس اكس. فما في مشكلة لو بدلنا اللي جوا القوس، لو حطينا بيتا زي ماينس اوميجا تي، فهون نحط هنا ماينس اوميجا تي. ومحل بيتا زي احنا بدناش نفرض الموجة تنتقل هلا in one direction اللي هي z axis، بدنا الموجة انها تكون general وتنتقل في اكثر من بعد. فمحل البيتا بدنا نبدلها ب k dot r. ذكرنا عن k قبل هاي المرة، حكينا k هي نفسها بيتا اذا كان الوسط lossless، و k مفهومها شوي اعم من البيتا لانه k is vector quantity. ف k dot r هلا لو فكيت ال k مثلا، where k هي عبارة عن kx ax plus ky ay plus kz az، والr هي عبارة عن position vector في الكارتيشن كوردينيت، نكتب x ax زائد y ay زائد z az. هلا في السابق كنا نفرض ان الموجة فقط في اتجاه z والpropagation باتجاه z، ف kz az dot z az az مع az بتروح، بضل عندك kz في z، والkz حكينا هي نفسها بيتا، فصار عندنا كوساين بيتا زي اللي كنا نكتبه في السابق. فمعناته الحالات السابقة هي general case من الحالة اللي عندنا اياها هون. هون نحط اليونت volt per meter. ف this electric field equal e node، طبعا اليونت فيكتور شلناه دمجناه مع الماجنتيود، في كوساين k dot r minus omega t where k و r given like this. k ال r اسمه ال position vector وال k اسمه ال propagation vector. This is called the propagation vector and r called the position vector. طيب فال ER and T نقدر نكتبها بصورة ال Euler identity عشان نبلش نحولها لفيزر. فصير عندنا هنا ER and T equal
ريال لإي نود إكسبوننشال جي كي دوت آر ماينس أوميجا تي. بعدين بتفصل الإكسبوننشال بتصير إكسبوننشال جي كي دوت آر في إكسبوننشال جي أوميجا تي أو ماينس جي أوميجا تي. بعدين بتقدر تلغي فاكتور ذا تايم أوت، وبضل عندك اي نود اكسبوننشال جي كي دوت ار هي ذا اي فيزر. والكي كماجنتيود، احنا كتبنا الكي فوق، ممكن توجد الماجنتيود اوف ذا كي، هي عبارة عن كي اكس سكوير زائد كي واي سكوير زائد كي زد سكوير تحت الجذر. هلا اذا كانت الموجة تنتقل في اتجاه واحد، راح يكون عندك اما كي اكس لحال او كي واي لحال او كي زد لحال، وكل واحدة من هاي الحالات سميناها بيتا. لكن اذا كانت الموجة تنتقل مثلا في الثلاث اتجاهات، بده يكون عندك بروباجيشن الونج اكس متمثلة في الكي اكس، وبروباجيشن الونج واي متمثلة في الكي واي، وبروباجيشن الونج زد متمثلة في الكي زد. وبالتالي راح يكون كي اكس سكوير بلس كي واي سكوير بلس كي زد سكوير ايكوال كي تحت الجذر، وهاي الكي هي نفسها بيتا، والبيتا في اللوسلس ميديا اوميجا جذر ميو ابسلون. اوكي، فهلا بالنسبة لنا مش الكومبوننت لكي هي البيتا، الماجنتيود لكي كاملة بعد ما نشوف الموجة في كم جهة تنتشر. الماجنتيود للبروباجيشن فيكتور في كل الجهات equal to the propagation to the phase constant اللي كنا ناخذه في السابق اللي اسمه بيتا. فهاي كانت مقدمة للأوبليك إنسيدنس. والمعلومة الثانية اللي بنحتاجها كبداية في الأوبليك إنسيدنس اللي هي تعديل على معادلات ماكسويلز إيكويشن عشان نقدر نوجد الماجنتيك فيلد من الإلكتريك فيلد بشكل أسرع. فأولسو ماكسويلز إيكويشنز كان بي ريتن as follow. معادلات ماكسويل الأربعة، طبعا كل واحد من هاي المعادلات الأربعة جاي من معادلات ماكسويل الأربعة اللي شفناهم في شابتر 9. ف k dot h equal 0، والمعادلة الثانية k dot e equal 0، يعني واحد ممكن تأخذها من الدايفيرجنس للإي اللي هي هون تاني، والأولى ممكن تأخذها من معادلة الدايفيرجنس للبي، ومن معادلات الكيرل ممكن نكتب إنه K كروس E equal أوميجا ميو H، و K كروس H equal ماينس أوميجا إبسلون E. هذول المعادلتين، واحدة جايات من معادلة الكيرل للإي والتانية جاية من معادلة الكيرل للاتش. انا طبعا اذا بدك اثبات هاي المعادلات موجودات في واحدة من البروبلمز بحكي لك اثبتهم، لكن هدفنا هو نفهم هاي المعادلات. فلو مسكت المعادلة الاولى k dot h equal 0، احنا نعرف انه عنا تي اي ام، والمقصود بالتي اي ام انه الكتريك فيلد بده يكون عمودي على الماجنتيك فيلد، وكلاهما عموديات على اتجاه انتشار الموجة. فلما تيجي تحكي k dot h، لما تيجي تعمل k dot h في النهاية بدك تيجي تعمل dot product بين a k dot a h، واحنا نعرف انه ال a k عمودي على ال a h، فمعناته ال dot product تبعهم equal 0، عشان هيك المعادلة صارت 0. والمعادلة الثانية k dot e نفس الشيء، a k دوت اي اي ايكوال صفر، لأن الزاوية بين بروباجيشن فيكتور وما بين الالكتريك فيلد فيكتور از 90 ديجري، وفي النهاية دوت برودكت فيها كوساين الانجل وكوساين 90 ايكوال صفر. فأول معادلتين مفهومات. نجي للمعادلة الثالثة k كروس e ايكوال اوميجا ميو اتش. طبعا هاي المعادلة جاية من الكيرل للاي ايكوال ماينس جي اوميجا اتش. والكي كروس اي هلا إذا طلعت على الـ على التي اي ام سيركل اللي هير، وتجي تحكي إنه اي كي كروس اي اي، اي كي كروس اي اي ايكوال اي اتش،
تمام. فعشان عملنا بهذا الشكل انه كي كروس اي الدايركشن طلع معك اي اتش موجب، فعشان هيك حطينا هنا اشارة موجب اتش، والفاكتور اوميجا ميو اجى من معادلة الكير للاي ايكوال ماينس جي اوميجا ميو اتش. هلا اشارة السالب اللي هناك راحت لان حطينا هنا كي كروس اي بدل اي كروس كي، لو عملتها اي كروس كي ممكن تكتبها ماينس اوميجا ميو اتش. والمعادلة الاخيرة الكي كروس اتش اي كي كروس اي اتش ايكوال ماينس اي اي، فعشان هيك حطينا ماينس بهذا الشكل والكتريك فيلد. وهاي المعادلة مأخوذة من الكيرل اتش ايكوال جي بلس جي دي اس او سيجما بلس جي اوميجا ابسلون جوا قوس مضروبة في اي، والسيجما عملناها صفر لانه لوسلس ميديا، فصارت الكيرل اتش ايكوال فقط الديسبليسمنت كارنت اللي هو الجي دي اس، يعني الكيرل اتش ايكوال جي اوميجا ابسلون في دي، جي اوميجا ابسلون في اي عفوا. و ليش حطينا اشارة سالب؟ لانه هون كتبناها كي كروس اتش اكوردنج تو ذا تي اي ام، المفروض يطلع معانا دايركشن ماينس الكتريك فيلد. طيب كيف بستفيد من هاي العلاقات ماكسز ايكويشن بالصورة الجديدة لايجاد اتش؟ فمثلا لو اجيت على هاي المعادلة اللي هون وكتبتها بصورة اتش، راح تيجي تكتب انه اتش ايكوال K كروس E على أوميجا ميو، والكي ممكن تكتبها إنها K كماجنتيود في دايركشن AK كروس إلكتريك فيلد على أوميجا ميو، والكي في حالة فيكتور الكي كماجنتيود هي بيتا وتساوي أوميجا سكوير روت في ميو إبسلون، فنحط هاي محل الكي اللي هون، فبتصير اتش ايكوال راح تروح طبعا اوميجا مع اوميجا في المقام، وراح يصفي معاك عندك في البسط ميو ابسلون تحت الجذر على ميو في المقام في اي كي كروس اي. ولو دخلت الميو هون جوا الجذر اللي فوق فبصير عندك ميو ابسلون على ميو تربيع، يعني بتصير عندك ابسلون على ميو، يعني هاي راح تصير هون ابسلون على ميو تحت الجذر في اي كي كروس الكتريك فيلد. والابسلون على ميو في قوانين اللوسلس هي واحد على ايتا، لان ايتا ايكوال جذر ميو على ابسلون، فبتصير اتش ايكوال اي كي كروس الكتريك فيلد اوفر ايتا. وهذا فعليا اللي كنا نسويه في النورمال انسيدنس. لما كنت توجد اتش من الالكتريك فيلد كنت تعمل حركتين، الحركة الاولى كنت توجد الماجنتيود، والحركة الثانية كنت توجد اليونت فيكتور. فعشان توجد الماجنتيود كنت تأخذ الالكتريك فيلد كماجنتيود تقسمه على ايتا، والحركة الثانية عشان توجد الدايركشن كنت تعمل انه اي اتش ايكوال اي كي كروس اي اي. هلا بهذا القانون احنا عملنا الحركتين بحركة واحدة، فمن الالكتريك فيلد هاي الالكتريك فيلد هي معناها الكتريك فيلد كماجنتيود في دايركشن للالكتريك فيلد، فا اي كي كيونت فيكتور كروس اي اي كيونت فيكتور راح نحصل منها على اي اتش كيونت فيكتور، والالكتريك فيلد اللي هون تقسيم ايتا في المقام نحصل منها على اتش كماجنتيود. تمام، فبصير عندنا هذا القانون دايركت we can found h as a magnitude and direction a k cross e over eta.